صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين. وسيد الوصين وأبي الحسن والحسين وقائد الغر المحجلين يا أبي الحسن يا علي يا أبا الحسن يا علي صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلم غريب مظلوم كربلاء يا محي الزوار يا أبو علي ما خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. قل لشهر الله قل لشهر الله قد أفجعتنا قل لشهر الله قد أفجعتنا بأبي السبطين والصبر نفايت ما عدنا صبر على مصيبتك سيدي يا علي صعب علي أنا فقدك سيدي يا علي مصيبة بعد مصيبة على قلوب شيعتك مولاي قل لشهر الله قل لشهر الله قد أفجعتنا بأبي السبطين والصبر نفيد لست أنساه يناجي ربه مثل هالليلة لست أنساه يناجي ربه والدجى يعني الليل مد ظلاما وعقد شي يسوي الليل الإمام يرقب النجم ويدعو قائلين يرقب النجم ويدعو قائلين إن هذا ما به الهادي وعد هي والله الليلة التي وعدني بها رسول الله يرقب النجم ويدعو قائلين إن هذا ما به الهادي وعيد ثم لما أنقضى ليلته ساهر الجفن بطرف ما رقد ما نام الليل علي
يصلي ويدعو الليلة علي وداع. ثم لما أنقضى ليلته ساهر الجفن بطرف ما رقيت جاء يسعى والقضاء يرصده إن للموت عيونا ورصيت إن للموت عيونا ورصيت وترى الموت بالباب له حين للمئزر عند الباب شد. الله أكبر. حافظين أبيات أمير المؤمنين. هيا اشدد حيازمك للموت فإن الموت لاقيك وترى الموت بالباب له حين للمزر عند الباب شيد. وأتى المسجد مقتولا وفيه وجهه ضوء القناديل خمد وابتدى الفارض وابتدى الفارض فصلى السيف في رأسه وعليا وابتدى الفارض فصلى السيف في رأسه يهوي على جرح ابن ويد ونعاه جبرائيل قائلا هدمت والله أركان الرشايد هدمت والله أركان الرشايد نوح يا ناعي ودمعتك سيلها وصيح طاح اللي أثعلي حامد خيلها طاح والدنيا الفقدة مظلمة وهل بيات تهل دمعتهم دمى والأملاك الأملاك تصيح كلها بالسماء تبدل بناح وبجاية تهليلها. يعني الليلة بدال ما تهلل الملائكة تبكي على أمير المؤمنين تبدل التهليل منها بالعويل المن لجل ابو الحسنين حمايل الدخيل والقلب 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 من وقع دم يسيل فيض المحراب واشبه سيلها فيض المحراب دم وهامته فيض المحراب دم وهامته غدت نصين وتحنت شيبته وضجت الأملاك كلها لضجته
وصاح وعول بالسما جبريل. ايش صاح جبريل؟ صاح طاح الدين ركنا وانهدم، وراس ابو الحسنين نصين انقسم، من سمع صوت الحسن ركنا هدايم، صاح ومكلثوم زاد عويلها. إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم قد انصاحت جبالنا واغبرت أرضنا وهامت دوابنا، اللهم فارحم أنين الآن وحنين الحان. اللهم إنا خرجنا إليك حين اعتكرت علينا حدابير السنين، وأخلفتنا مخايل الجود، فكنت الرجاء للمبتئس والبلاغ للملتمس. ندعوك حين قنط الأنام ومنع الغمام وهلك السوام، ألا تأخذنا بأعمالنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا. هدية إلى روح أمير المؤمنين سيدي ومولاي، طيبوا أفواهكم ونوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.